في إطار زيارته على رأس وفد برلماني إلى الإمارات، التقى رئيس مجلس النواب علي عبد العال وفد الجالية المصرية في لقاء حاشد بمقر القنصلية المصرية. وقد ضم الوفد عددا من رجال الأعمال والمصريين المقيمين في دبي. أكد عبد العال في اللقاء على دور أبناء مصر في الخارج كسفراء لمصر في البلدان التي يقيمون بها، في ضوء اطلاعهم بمسؤولية نقل الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر. من جانبهم أعرب وفد الجالية المصرية بدبي عن عميق امتنانهم واعتزازهم بهذا اللقاء.